يعني يا استاذ ابراهيم دلوقتي عايز اقول لك انه بمناسبه بقى اللي جاي، لانه انتوا عارفين الاهلي مع فيوتشر يوم 26 يوم الاحد. حتى الان يمكن الحاج عامر حسين المسؤول عن قطاع المسابقات في رابطه الانديه اكد انه حتى الان لم يصدر قرار بشان مباراه الاهلي وبيراميدز المقرر ليها يوم 28. انتوا عارفين انه المباراه يوم 30، مقرر ليها الخميس اللي جاي يوم 30. عارفين ان الاجنده الدوليه هيبدا تجمع المنتخبات على اساسها يوم 27/12، تاني يوم لمباراه الاهلي مع فيوتشر. يعني المباراه يوم الاحد، يوم الاثنين بدايه تفعيل الاجنده الدوليه حول العالم. فمن حتى الان الحاج عامر حسين بينتظر انه كارلوس كيروش يعلن ميعاد تجمع المنتخب. المنتخب من حقه يتجمع يوم 28 زي ما من حق مالي تستدعي، او 27، او يوم 27. من حق مالي تستدعي اليو ديانجو، ومن حق تونس تستدعي علي معلول، ومن حق كل اللاعبين الدوليين في المنتخب في الانديه المصريه منتخباتهم تستدعيهم خلال فتره الاجنده الدوليه اللي بتبدا يوم 27/12 ومباراه بيراميدز يوم 30/12. فعامل حسين ولجنته في انتظار الميعاد اللي هيحدده المدير الفني للمنتخب عن تجمع الفريق. هو انما قال انه اي لعيبه تستدعى من اي نادي لمنتخباتها من حق النادي بشكل مباشر تؤجل مبارياته، لان دي فتره ارتباطات دوليه. ده اللي منتظر اعلانه مع اعلان كارلوس كروش ميعاد تجمع المنتخب. حتى لو كان لعيب اجنبي. طبعا، ما هو الاجنبي هو انت ده كده القاعده هتمتد الى عدد كبير من الانديه. كله في فتره الاجنده الدوليه كله هينتقل. لكن واحنا بنتكلم في كل الليله والفرحه، واحد من العناصر المؤثره جدا في صناعه هذه البطوله اللي الاعلام الجنوب افريقي النهارده، وحتى على فكره موقع الكاف، موقع الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده بيتغنى ببيتسو موسيماني، وانه فعلا عامل انجازات كبيره للنادي الاهلي. وانا مع الكابتن احمد شوبير في انه بيتسو موسيماني حتى الان يسجل افضل بدايه لاي مدرب اجنبي عمل مع الاهلي، افضل بدايه. عدد البطولات اللي حققها في سنه ميلاديه واحده ما حصلتش لاي مدرب اجنبي سابق. طبعا مع كل التقدير ورفع القبعه لمانويل جوزيه وانجازاته الكبيره جدا، لكن احنا بنتكلم ان كل دول البدايه بتاعتهم ما شاهدتش هذه الانتصارات او هذه البطولات اللي حققها بيتسو موسيماني، اللي تحدث بعد المباراه عن دور جمهور النادي الاهلي واسباب هذا التتويج. نشوفه. شكرا. I feel good. نعم، أنا سعيد. أعتقد أنه يجب أن نهنئ اللاعبين على ذلك. نحن تدربنا على ركلات الترجيح، وأعتقد أننا تعاملنا مع ركلات الترجيح بصورة ممتازة. وأشكر الطاقم الفني، وأشكر الجمهور ومساندة الجمهور، وأشكر الكابتن بيبو أيضا، وأشكر كل مجلس الإدارة، أشكرهم جميعا. المباراة كانت صعبة، أليس كذلك؟ نعم، كانت صعبة، وتوقعنا أنها ستكون مباراة صعبة. أعتقد أن الرجاء إذا لعب بصورة أفضل كان من الممكن أن يفوز، ولكنه كان يحاول أن يضيع الوقت، وفي النهاية المباراة احتكمت إلى ركلة الترجيح، ولكن نحن الأهلي ولدينا الروح. شكرا جزيلا. شوف الراجل ده أستاذ إبراهيم يا إخوانا، ذكي جدا. ذكي جدا، لأنه هو خلاص جمهور الاهلي عارف انه جاب لنا بطولات، بيحتفل معاه، وهو في كل مناسبه بيشكر الكابتن الخطيب، بيشكر مجلس الاداره، بيشكر النادي الاهلي، بيشكر الجماهير، بيشكر، ويرتبط بالنادي الاهلي ارتباط وثيق وعضوي في هذه الانجازات. ولكنه في لفته ذكيه بيقول لجنوب افريقيا في وقت ما طلبتوني أدرب المنتخب، فأنا قلت هستمر مع الأهلي، ولكني أنا الجنوب أفريقيا الذي يحقق هذه البطولات لكم كممثل لجنوب أفريقيا أيضا بقدر ما أحققها للنادي الأهلي. فهي نوع من الاعتزاز بانتمائه، ونوع من التذكير يا جماعة أنا مش بحققها بمعزل عن كوني من جنوب أفريقيا، أن أحقق أيضا ده كمدرب من جنوب افريقيا جاء لاكبر نادي
في القارة يحقق مع هذه الإنجازات، هذا ذكاء. واتكلم على الناس كلها، واتكلم على كل عناصر اللعبة، فيعني مؤكد اللي شايف ان بيتسو موسيماني رجل ذكي، وشايف انه ايضا محظوظ. مين؟ محمد شبان. نسمع رايه. موسيماني اكبر محظوظ، مش لانه مدرب عادي لكن بيكسب بطولات، لا هو مدرب كويس. وانا على فكره لما بسال الناس في النادي الاهلي اللي اعرفهم وبيقعدوا معاه، وبيقعدوا معاه في شغل، يعني مش بيقعدوا معاه مجرد قعده دردشه يعني واصحاب، يعني بيقعدوا معاه في شغل ويناقشوه، سواء في لجنه التخطيط في شركه الكوره هنا او هنا او في مجلس الاداره، بيقولوا دايما ان الراجل ده بيفهم ومنظم جدا، وبيقولوا ان هو بيبقى عارف عايز ايه. هي مش قصة يعني انه مجرد مدرب، بس هو محظوظ. ليه انا بطلق عليه محظوظ؟ لانه مرن الاهلي. الاهلي من الاندية المعتادة على الفوز بالبطولات، فهو محظوظ انه جه من جنوب افريقيا. عشان كده النهاردة ارتدى العالم بتاع جنوب افريقيا، اول مدرب افريقي يتوج بكأس السوبر الافريقي 3 مرات، واول مدرب افريقي يتوج بكأس السوبر الافريقي 2 مرات على التوالي. فهو ارتدى العالم بتاع جنوب افريقيا. ليه؟ هو عايز يفخر بانه جنوب افريقي، ودي حاجة أنا مبسوط جدا لما شفت بيرتدي عالم جنوب أفريقيا. حسيت إنه الأهلي ومصر والكرة المصرية مصدر فخر لأي حد يتواجد عندنا. حقق مع الأهلي البطولة السادسة في إيه؟ موسيماني على فكرة مش جاي بقاله 5 سنين ولا 3 سنين ولا يمكن ما كملش 2 سنين، موسيماني جاي في 10 2020. يكرر ويؤكد على كلام اللي أنا قلته، عدد البطولات لبيتسو موسيماني. لا، ولقطة انه التحف بعلم جنوب افريقيا، فدي بساطته. زي ما احنا انبسطنا ان بدر بنون احترم جماهير الرجاء، لانه راجل يوما ما انتسب لهذا النادي الكبير. وزي ما بنبقى سعداء وفخورين ان محمد صلاح مثلا مع كل نجاح في ليفربول يرفع علم مصر. هو ده هو ده ممثل لبلده، هو ده المطلوب. عشان انت تقول ايه؟ أنا جيت حققت الكلام ده لأني مصري، لأني جنوب أفريقي، لا، فتبقى بلدك عندها حق تفتخر بيك. فخورة بيك، فخورة بيك، صحيح.